السلام عليكم. حين خرج الرئيس الفلسطيني من المستشفى قال أطمئنكم فصحة الوطن بخير. هل كان الرئيس يقصد أنه هو الوطن أم كان يريد أن يوهمنا أن الوطن فعلا بخير؟ لكننا نعيش في وطن آخر، لا احتلال فيه ولا فساد ولا محسوبية، في وطن المؤسسات والديمقراطية وحقوق الإنسان. هل كان الرئيس يقصد ذلك؟ تعافى الرئيس وعاد إلى بيته يحمل 80 حولاً من الأمجاد، فهل يتعافى الوطن؟ ومتى نداوي آلام غزة ونضمد جراحها؟ وكيف نكون بخير ونحن نترك القدس تواجه قدرها وحيدة بلا سند أو مدد؟ متى نبرأ من الاستبداد؟ متى نبرأ من قيادات تحكمنا إلى آخر نفس فيها وإلى آخر ذرة صبر فينا؟ ربما نبرأ، ربما الباء يروب، ربما الزيت يذوب، ربما يحمل ماء في ثقوب، ربما تطلع شمس الضحى صوب الغروب، ربما يبرأ شيطان فيعفو عنه غفار الذنوب. إنما لا يبرأ الحكام في كل بلاد العرب من ذنب الشعوب. مش راح ابقى لاجئ، مش راح ضل عايش في الملاجئ، ويسمعها العدو كل متواطئ، إلنا الدار وراح ترجع لاصحابها، إلنا الدار وراح ترجع لاصحابها. شروش بايدينا بنرابح للنافوره كل شبر بهالمعموره، بنرابح للنافوره كل شبر بهالمعموره. راجعنا للمنصوره المرغوبه صوت النابه، راجعنا لحيفا عالترمل واليافا، من الملحه لصفصافه شو نفسي ابوس ترابه. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى هذه الحلقة من فلسطين، والموضوع الرئيس فيها، موضوع الحوار فيها يتعلق بصحة الرئيس وصحة الوطن، صحة النظام السياسي الفلسطيني، كيف بدت بعد الواقعة الصحية التي أصابت الرئيس وخرج منها سالما إلى أهله وإلى شعبه ومزاولة عمله. بالتأكيد طرحت الكثير من الأسئلة خلال فترة مكوث الرئيس في المستشفى، والأسئلة لم تكن مطروحة فقط حول صحته وحول إمكانية عودته إلى العمل من جديد، إنما كانت الأسئلة الكبيرة أيضا مطروحة حول صحة النظام السياسي الفلسطيني وصحة الوطن في قطاع غزة وفي القدس وفي الضفة الغربية وفي كل مكان في الحقيقة، ولا سيما أن المؤسسة الفلسطينية مؤسسة ضعيفة تقوم على بعض الأشخاص، بعدها تحصل انتكاسات كما جرت العادة في المرات السابقة. على أي حال، هذا موضوع نقاشنا في هذا المساء مع ضيفينا في الاستوديو، الأستاذ رامي الجندي الإعلامي والباحث السياسي الفلسطيني. أهلا وسهلا فيك أستاذ رامي. أهلا بك. ومعي من غزة مباشرة عبر الأقمار الدكتور حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي. أرحب بك معنا دكتور حسام. مساء الخير لك ولضيفك ولكافة المشاهدين. مساء الخيرات. اسمح لنا أن نبدأ بمشاهدة هذا التقرير حول الموضوع ثم نعود للنقاش، فابقوا معنا.
اختزل المشهد فقال إن الوطن بخير. هكذا أنهى الرئيس الفلسطيني محمود عباس فترة علاجه داخل المستشفى التخصصي برام الله، استغرقت عدة أيام. ارتأى خلالها بعض المتنفذين في السلطة ضرورة التحرك لأجل سداد الفراغ الذي سيتركه غياب الرئيس، فيما بدأ بالتواصل مع جهات أمريكية وإسرائيلية للتزكية لمنصب الرئاسة. ليست هناك شيء ممكن الاعتماد عليه ويقول والله إنه هذا سيكون هو المرجعية، لأنه المجلس التشريعي معطل والمجلس الوطني أيضا اللي تم انتخابه في الفترة الأخيرة هناك تحفظات كبيرة عليه داخل الساحة الفلسطينية من حيث أنه لا يمثل الجميع. لذلك للأسف أقول يعني أنه الذي سيتحكم في اختياراتنا لرئيس السلطة الوطنية القادم هو الاحتلال. وذهب فريق آخر إلى تقديم مقترح مفاده القيام بحل السلطة وكذلك المجلس التشريعي والعودة لمنظمة التحرير وقانونه الذي ينص على تولي أحد أعضاء المجلس الوطني خلافة الرئيس حال وفاته تحضيرا لانتخابات مقبلة. يرى فيها المتابعون أن هذا الخيار يهدف إلى عدم تمكين رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك من تولي الرئاسة فترة انتقالية بحسب القانون الفلسطيني. الرئيس يعاني من بعض الأمراض وبالتالي قد تؤثر على صحة، فلا يجوز الانتظار إلى أن لا ساعة الصفر، بالعكس لابد أن يكون هناك كان تنظيم واضح. والمادة 37 نظمت ذلك وقالت أنه في حالة شغور منصب الرئيس يتولى رئيس المجلس التشريعي مرحلة انتقالية رئاسة السلطة لمدة 60 يوم. حالة من التوتر سدت أروقة المقاطعة بحثا عن مخرج من الأزمة التي سيتسبب بها غياب الرئيس، دفعت بالبعض إلى التواصل مع جهات أمريكية وإسرائيلية بغية توليهم للرئاسة، ما عكس الحالة الحرجة الحقيقية التي سيعيشها الشارع الفلسطيني حال موت الرئيس. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين، أرحب بضيفي الكريمين مرة أخرى الأستاذ رامي الجندي والدكتور حسام الدجلي من غزة. أستاذ رامي، في إطلالة سريعة على المشهد الفلسطيني خلال الأيام الماضية، مكوث الرئيس في المستشفى ترك العديد من التساؤلات التي ما تزال باقية حتى الآن في الحقيقة، وفي حالات النقاش والبرامج التلفزيونية حتى بالرغم من يعني مغادرة الرئيس للمستشفى يعني وهو بصحة جيدة. ما أهم تلك الأسئلة التي طرحت إبان هذه الفترة؟ أولا تحية لك وللبرنامج ولضيف الكريم الدكتور حسام الدجني. من الأهمية بمكان بأن ما حدث في الأيام الماضية بخصوص دخول الرئيس الفلسطيني إلى المستشفى وغيابه لأيام يدل على أن هناك إشكالية متعلقة بالنظام السياسي الفلسطيني، بمعنى أنه في حال غياب الرئيس الفلسطيني لأي ظرف من الظروف فإنه المشهد الفلسطيني السياسي سوف يدخل في أزمة، وبالتالي هذا يعكس بأن النظام السياسي الفلسطيني مرتبط بوجود أشخاص محددين في المشهد الفلسطيني، وهذا الأمر يعني بأن هناك إشكالية كبرى قد يعني يصحو الشعب الفلسطيني عليها في أحد الأيام، وربما تكون هناك تداعيات سلبية جدا بهذا الموضوع. نعم طبعا هذا من الأهمية بمكان أن نقول بأنه غياب الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات ووفاته أدت إلى أن هناك تجربة سابقة، وهي أن روحي فتوح أصبح رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية لمدة 60 يوم، بعد ذلك تم إجراء الانتخابات وما إلى ذلك وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني. نعم. لكن الآن نحن نقول بأنه ربما يكون هناك أزمة قادمة، خاصة بأن المشهد الفلسطيني أصلا متأزم في ظل وجود الحصار وفي ظل عدم الانقسام أيضا الموجود السياسي بين الفصائل الفلسطينية وبين الضفة الغربية وبين قطاع غزة، في ظل عدم وجود برنامج وطني متفق عليه من قبل الأطراف الفلسطينية كافة، وبالتالي هو مشهد ليس إيجابي بل هو مشهد سلبي. نعم. في قادم الأيام. نعم. طيب دكتور حسام، يعني إلى هذا الحد وصل الجمود في النظام السياسي الفلسطيني إلى أن يرتبط ارتباطا وثيقا بشخص الرئيس محمود عباس، هل وصلت الأمور إلى هذا الحد بشكل عفوي أم أنها أوصلت إلى هذا الحد حتى نصبح أمام مشهد يقول أن هذا الرجل المتحكم في الرئاسات في أكثر من رئاسة في المنظمة وفي السلطة وفي فتح وإلى آخره هو فقط الذي يملك الحل
والربط في هذا الموضوع. أخي يونس، هناك إشكالية بنيوية في النظام السياسي الفلسطيني، ربما حتى قبل أن يصل السيد أبو مازن، الرئيس أبو مازن، إلى سدة الحكم. هذه الأزمة هي متعلقة بثلاث قضايا جوهرية. أول هذه القضايا هو وجود احتلال إسرائيلي. أول نظام سياسي في العالم تحت الاحتلال هو النظام السياسي الفلسطيني. أيضا محدد آخر هو مرتبط بالفصل الجغرافي بين الضفة وغزة بسبب الاحتلال. المحدد الثالث أن هذا النظام هو مثار اهتمام كل النظم، كل النظام الدولي برمته والنظام الإقليمي. بذلك نجد أن التدخلات كبيرة، ونجد أن هناك إشكاليات بنيوية في هذا النظام ومشاكل. ولد النظام عام 64 مع بروز منظمة التحرير الفلسطيني برأس، ثم انتقل عام 96 بعد انتخابات التشريعي المجلس التشريعي إلى رأس وجسم، ثم إلى حتى عام 2003. في عام 2003 أخي يونس، حتى هذه الإطلالة مهمة جدا لكي نفهم النظام. في 2003 عندما جاءت خطة الإصلاح وتم تنصيب الرئيس محمود عباس رئيسا للحكومة في عهد ياسر عرفات، انتقل النظام إلى جسم، إلى رأس وجسم، بمعنى أصبح لدينا هناك جسم حقيقي اسمه حكومة، وصار هناك سجال بين هذه الحكومة إلى عام 2006، ولكن كان السجال فتحاوي، إلا أن انتقل مع زمن حماس إلى حمساوي فتحاوي. الآن بعد الرئيس ياسر عرفات، بعد الرئيس أبو مازن ومرحلة ما بعد عباس، أعتقد أن النظام السياسي سيكون برأسين إلى وجسمين، لأنه بالتأكيد كان قبل أيام أو قبل يعني مرض الرئيس عباس أو حاليا نحن نعيش بنظام سياسي برأس وحكومتين، حكومة في رام الله وحكومة في غزة. هذه المعضلة للأسف ستعزز الانفصال، وبذلك مرحلة ما بعد عباس ما لم يحل النظام السياسي ويتم ترتيب أوراقه، أنا أستطيع أن أستشرف أننا أمام سيناريو انفصال. سيكون لدينا رئيس هو عزيز دويك أو أحمد بحر في قطاع غزة سيحكم ولن يسمح له بالحكم بالضفة الغربية، وسيكون لنا رئيس اسمه سليم الزعنون رئيس المجلس المركزي، رئيس المجلس الوطني، سيحكم بالضفة ولن يحكم بغزة. وبذلك هذه الإشكالية وهذه المعضلة ينبغي أن نتوقف عندها ونبدأ بمعالجات حقيقية، ليست معالجات كما تفكر الآن القيادة الفلسطينية في رام الله بعقد المجلس المركزي وترتيب الأوراق حتى لا يكون هناك أي نقاش دستوري، كون أن أي خطوة تتجاوز عزيز الدويك هي انقلاب دستوري، وتحديدا حماس ستعتبرها انقلاب دستوري، وهي حقيقة هي انقلاب دستوري. لذلك نحن أمام معضلة حقيقية، وتركيبة للنظام السياسي بها إشكاليات عديدة، لا يمكن تفكيك هذه المعضلة إلا من خلال توافق وطني، ومن خلال إعادة الديمقراطية وترتيب القانون الأساسي بما يضمن دمج منظمة التحرير في الكيانية السياسية، لا سيما بعد قرار الأمم المتحدة بالاعتراف بفلسطين دولة، يعني حتى وإن كانت غير عضو ولكن بالتأكيد هي لها صفة الكيانية. نعم، أشكر الدكتور حسام على هذه الإطلالة. أستاذ رامي، يفتقد النظام السياسي الفلسطيني إلى كثير من الأشياء في الحقيقة، منها عدم وجود آليات للتجديد في هذا النظام، وكذلك غياب الحياة المؤسسية التشريعية الديمقراطية السليمة التي لا ترتبط بأشخاص. ذهب أبو مازن، ذهب ياسر عرفات، جاء الزعنون، ذهب عزيز دويك، يبقى هذا النظام راسخ ويأتي الأشخاص في قولبة هذا النظام وليس العكس. ما تأثير وما مخاطر ذلك على الحياة السياسية الفلسطينية خلال الفترة القادمة لو استمرت الأمور على هذا النحو؟ طبعا أول، النظام السياسي الفلسطيني هو غير سليم وغير مستقر منذ 64، منذ عام 1964، ولذلك بعد كل أزمة تعصف بالفلسطينيين يتوجه الفلسطينيون ويسألون أنفسهم سؤالا، ماذا بعد؟ ماذا بعد اغتيال الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات؟ ماذا بعد اتفاقية أوسلو؟ ماذا بعد التفاوض 11 عام؟ ماذا بعد الانقسام 11 عام من الانقسام الفلسطيني الجيوسياسي؟ ماذا بعد عدم وجود برنامج ومرجعية فلسطينية؟ ماذا بعد غياب الرئيس؟ لو غاب الرئيس؟ وبالتالي هذه المشكلة الموجودة تعني بأن هناك ارتباطا كبيرا بالنظام السياسي الفلسطيني من قبل أشخاص مهتمين مسيطرين على القرار الفلسطيني، مرتهن القرار الفلسطيني بهذه الأشخاص، وغياب هؤلاء الأشخاص يعني مشكلة كبيرة جدا تواجه الشعب. الآن نحن نتكلم عن أن الرئيس الفلسطيني عندما خرج من المستشفى قال بأن الوطن بخير، لكن هو الوطن ليس بخير. نعم. الوطن هناك انقسام سياسي جيوسياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
لا يوجد برنامج متفق عليه من قبل الفلسطينيين أنفسهم في موضوع المقاومة والتفاوض حتى مع الاحتلال الإسرائيلي. لا يوجد أي موقف موحد ضد صفقة القرن مثلا. وبالتالي نحن نتوقع أنه في حال غياب الرئيس الفلسطيني أن تكون هناك إشكالية في من سيحكم. نحن نتكلم عن صراعات داخل حركة فتح، صراعات على منظمة التحرير، على المجلس المركزي، المجلس الوطني الفلسطيني، الجميع يهرول الآن إلى أن يضمن له منصب وكرسي داخل هذه المؤسسات. أيضا هناك إشكالية أخرى، عدم وجود ناظم هيكلية ناظمة لجميع هذه المؤسسات الفلسطينية ممكن أن تقوم بحسم الخيارات في حال وجود مشاكل وعدم التوصل إلى قرارات متفق عليها. وبالتالي الكل سيكون يغرد في خارج السرب كما يقال. المشكلة الآن هي في النظام السياسي الفلسطيني، وبالتالي على الحكماء في الشعب الفلسطيني، على الفصائل الفلسطينية، على المؤسسات هذه الموجودة الفلسطينية أن تدرك هذا الخلل الموجود، وبالتالي تسرع إلى عقد مؤتمر عام للشعب الفلسطيني يعمل على تجميع هذه القيادات وهذه الكفاءات من أجل بلورة مشروع وطني جامع لكل الفلسطينيين. نتكلم عن أكثر من 6 مليون فلسطيني موجود خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتالي هؤلاء من المفترض أن يقوموا بإدماجهم في المشروع الوطني من أجل أن يكون لهم كلمة، يكون لهم قرار، يكون لهم دور أيضا في القضية الفلسطينية خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة. نحن الآن نتكلم عن مواجهة حدثت أمس مع الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة في غزة. للأسف ما صدر من تصريحات هنا وهناك كانت تلمس في المقاومة الفلسطينية، تلمس في صمود الشعب الفلسطيني في غزة، وبالتالي هذا يعكس أن هناك أزمة كبيرة جدا، تنافر وليس تجاذب فيما يتعلق بالوحدة الصف الفلسطيني والقرار الفلسطيني. تمام. دكتور حسام، يعني كما تفضل أستاذ رامي، وخاصة فيما يتعلق بوجود 6 ملايين لاجئ تقريبا، يعني إحنا الساحة الفلسطينية أو الوضع الفلسطيني وضع خاص، ربما يعني يحظى بنظامين سياسيين وليس نظام واحد. يعني الأول متعلق بالمنظمة أو ما تبقى منها، والثاني يتعلق بالسلطة الفلسطينية التي تقوم يعني على الضفة وقطاع غزة. ورغم ذلك هاتين أو هذين النظامين يقودهما نفس الشخص وبنفس الآليات، دون وجود في الحقيقة مؤسسة حقيقية، ودون وجود تسلسل قيادي واضح يعني يدفع الناس إلى الاطمئنان على مصير القضية فيما لو غاب هذا الشخص أو ذاك. كيف يمكن يعني التعليق على هذا الوضع، أو كيف يمكن التخلص من هذا الوضع القائم الآن في ظل أزمات قد تظهر بشكل مفاجئ لشعبنا الفلسطيني وسط تحديات كبيرة؟ أصلا نحن لسنا في حاجة إلى مزيد من التحديات، هناك صفقة القرن، هناك مواجهة مع الأمريكان، مع الصهاينة، وهذا التحدي سيكون جديدا وسيبدأ الناس بتقاسم هذه الكعكة مرة أخرى. الإجابة أخي يونس سهلة للغاية. الديمقراطية هي مفتاح الحل من خلال دمج كل مكونات الشعب الفلسطيني في المؤسسات السياسية. منظمة التحرير الفلسطينية لو أحسننا اختيار المجلس الوطني من خلال عملية ديمقراطية، من خلال انتخابات ومن خلال التوافق حيثما لا أمكن، بمعنى تطبيق مخرجات مؤتمر بيروت أو إعلان بيروت 2017 وحتى اتفاق القاهرة 2005، نستطيع أن نصل إلى هذه النتيجة وبسهولة جدا من خلال إشراك كل الجماهير الفلسطينية في كل أماكن تواجدها. أخي يونس، اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الذي يعني قام بكل ما يعني لم يقم به أحد هو أقل بكثير من أي لوبي عربي أو إسلامي في الولايات المتحدة، وبذلك يعني محاولة الاستفادة من الجسم الفلسطيني في الخارج مسألة بالغة الأهمية. ولكن على ألا يكون تعيين أو يعني محاولة تزكيات من فصيل هنا أو فصيل هناك، يجب أن تكون هناك عملية ديمقراطية بحيث يتم وصول من يستحق إلى عضوية المجلس الوطني، حينها يتم المعالجة. أيضا مسألة بالغة الأهمية يعني ربما لا يلتفت أحد، وهو أننا الآن لسنا سلطة فلسطينية، وبذلك وأن المرحلة الانتقالية انتهت عام 99، واليوم نحن دولة غير عضو، دولة تحت الاحتلال، وبذلك ينبغي أن يكون هناك استراتيجية وطنية للتخلص من الاحتلال يشارك فيها الداخل والخارج. مسألة حساسية الداخل والخارج ينبغي أن نتجاوزها. لو كان هناك مصالحة وحوار وطني لقلت حل المجلس التشريعي واعتمد المجلس المركزي بديلا عنه، ولكن على قاعدة الانتخابات أن تمثل حماس بحجمها والجهاد بحجمه واليسار وفتح بحجمهم،
وبذلك حينها نقول أننا نستطيع أن نعالج النظام السياسي الفلسطيني، ولكن الإشكالية الكبرى هو مسألتين: الانقسام أولا، ثم التدخل الخارجي ثانيا. بعض الدول وبعض النظم الإقليمية ترى بمنظمة التحرير أنها ملف أمن قومي لا يمكن المساس بها، وهي من تسمح لمن يدخل ولمن يخرج. لدينا معضلة كما تحدثت في البداية، معضلة حقيقية في بنية النظام السياسي، أسبابها متعددة وذكرناها، وبذلك المعالجة ينبغي أن تنطلق من إنهاء الانقسام ومن التوافق على استراتيجية وطنية لمواجهة كل التحديات. هل تتوقع دكتور أن تطرح هذه الموضوعات في اللقاءات أو الاجتماعات القادمة لقيادة المنظمة وحركة فتح، وخاصة بمشاركة الرئيس محمود عباس بعد الخروج من هذه الوعكة الصحية، وخاصة أننا استمعنا إلى أحاديث كثيرة تقول بأن بعض القيادات جلست وبدأت بتقاسم السلطات الموجودة وتوزيعها وفق آلية معينة، يعني إن صحت؟ لا أتوقع بالمطلق أخي يونس، وربما للمرة الأولى أكون متشائم، لا أريد أن أخدع المستمعين. هناك إشكالية حقيقية بين فتح وحماس، لم تعد خصومة سياسية بل تجاوزت الخصومة السياسية، وبذلك حركة فتح ترى بأن أي عملية ديمقراطية قد هي الخاسر الأكبر، بينما حركة حماس ترى أنها هي الكاسب الأكبر. حتى وإن كانت فتح تحظى بأغلبية أو غير ذلك، كون أن الفكرة هي يعني مناصب ومراكز ومواقع في المنظمة أو في السلطة. لذلك مسألة أن أتفائل، أنا غير متفائل بالدرجة الأولى. أبو مازن، الرئيس أبو مازن يخشى من سيناريو تحالف سياسي بعملية ديمقراطية يعصف به. حركة فتح أيضا هي الأخرى من حالة انقسامها بين التيار الإصلاحي لدحلان وبينها، هي أيضا تخشى أن لا تحصل أو تحصد الأصوات التي تريدها أو التي تعبر عن حجمها. لذلك العملية الديمقراطية حاليا موجودة بالثلاجة عند الرئيس أبو مازن، هو يتحدث فقط أمام العالم، ولكن حقيقة الأمر هو لا يريد عملية انتخابية حقيقية إلا في حال رأى أنه سيفوز بهذه العملية، وإلا ما المانع من إصدار مرسوم رئاسي يعلن العملية بعد حديث خليل الحية وإسماعيل هنية وكل قادة حماس أننا جاهزون لانتخابات اليوم قبل غد. نعم، أشكرك دكتور حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي من مدينة غزة التي تعيش ظروفا مأساوية خلال هذه الأيام، والتي كانت يعني قد عاشت عدوانا يعني خلال الساعات واليومين الماضيين، ردت بكل قوة وعنفوان وأجبرت الاحتلال على وقف إطلاق النار يعني وعدم الدخول في معركة كبيرة. أستاذ رامي، ونحن بين يدي هذا الموضوع، أنا سألت الأستاذ حسام يعني هذه القضية، لعل هناك من يقدم مصلحة الوطن ومصلحة المواطن ومصلحة القضية على مصالحه الشخصية، يعني وجود ثلاث سلطات في يد شخص واحد على سبيل المثال، هذه ليست ميزة في الشأن الفلسطيني، إنما هي تعد سلبية يعني إنجاز التعبير. فحوى ذلك أن المشكلة الآن ترتبط بهذا الشخص وغيابه، وأن الذين خلفه هم في الحقيقة أشد رغبة منه في البقاء في السلطة والوصول إلى السلطة، والمشكلة أن السلطة الفلسطينية تماهت مع المنظمة وأصبحنا أمام نموذج يعني غريب جدا. أمام كل هذا، ما هو دور حركة حماس وباقي فصائل المقاومة الفلسطينية في هذا المشهد؟ أولا، القضية الفلسطينية هي قضية مباركة وفي أرض مباركة، وبالتالي لن تنتهي إلا إلى يوم القيامة. المقصد من هذا الحديث بأن من يعمل القضية الفلسطينية معروف بأنه يعمل عملا وطنيا، وغير ذلك أيضا معروف. الآن فيما يتعلق بدور حركة حماس في هذا المشهد، بصراحة القضية الفلسطينية مرت بالكثير من الأزمات في السنوات السابقة فيما يتعلق بتقزيم القضية الفلسطينية، تراجع دورها في عدم اهتمام المجتمع الدولي والإقليمي والدول العربية والإسلامية بالقضية الفلسطينية. لكن الآن حركة حماس معنية بإيجاد والدخول إلى منظمة التحرير الفلسطينية، معنية بالدخول وأن تكون ممثلة في المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية والمجلس المركزي، كل هذه المؤسسات الرسمية التابعة للشعب الفلسطيني وليست التابعة إلى تيار محدد أو فئة محددة من الأهمية بمكان أن تدخل وتكون ممثلة فيه. لكن الرئيس الفلسطيني خلال الدورة 23 للمجلس الوطني التي عقدت في هذا الشهر في رام الله، قال في خلال كلمته بأنه منتظر لموافقة حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية من أجل الدخول والانضمام إلى هذا الكيان الفلسطيني.
وعرض أن تكون هناك عضوين لحركة حماس وعضو للجهاد الإسلامي وعضو للجبهة الشعبية، ولكن هذا المنطق معناته غير موجود في الحسبان أن نذهب إلى انتخابات، غير موجود في الحسبان أن يتم تمثيل الشعب الفلسطيني وتمثيل الحركات والفصائل الفلسطينية بناء على نسبتها الموجودة بها في الشارع الفلسطيني، وبالتالي هذا أمر حقيقة مشكلة. حماس تريد أن تدخل، الجهاد الفلسطيني الجهاد الإسلامي يريد أن يدخل يكون ممثلا في المكونات المؤسسات الفلسطينية، لكن هذا القرارات والاستفراد بالقرار وعدم مشاركة الجميع في القرار الفلسطيني والاشتراط على التوقيع ما إلى ذلك، هذا يعيق أي انضمام سواء لحركة حماس أو أي فئة أخرى أو أي فصيل آخر من الشعب الفلسطيني حتى لو كان ممثلا بعشرة آلاف مواطن فلسطيني في الداخل والخارج. وبالتالي النظام إذا كنا نحن نشترط على بعضنا البعض كفلسطينيين أن نعترف بهذا البرنامج أو هذا المشهد أو هذه المؤسسة، فبالتالي لن نصل إلى نتيجة. المطلوب وطنيا هو أن تجلس كافة الفصائل والحركات الوطنية الفلسطينية والتوصل إلى برنامج وطني ومجمع عليه متفق عليه فيما يتعلق بالمقاومة الفلسطينية، فيما يتعلق بالتفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي، فيما يتعلق بموضوع القدس، فيما يتعلق بالضغوطات الموجودة من الخارج إقليميا ودوليا. من حقنا أن نسأل أيضا أين هي الدور العربي والإسلامي والإقليمي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. نجد الآن بأن الأطراف الإقليمية تتدخل فقط من أجل وقف التدهور الحاصل فيما يتعلق لصالح الاحتلال الإسرائيلي، نعم. لكن فيما يتعلق بالضغط على غزة، على الحصار، على القضية، على 11 عام أو 12 عام من الحصار، لا أحد يتدخل. نعم أستاذ رامي، في الحقيقة يعني كلامك ذكرني بشيء مهم، يعني ما تفضلت به هو ليس كلاما مثاليا، هو ما يجب أن يكون في الحقيقة، ولكن ما هو حاصل الآن على العكس تماما مما يجب أن يكون عليه الوضع في الحالة الطبيعية. يعني وإحنا شايفين نماذج في الغرب وفي أوروبا في كل مكان، الناس عندها ديمقراطية وعندها مؤسسات إلى آخر، ونحن أولى بذلك لأنه إحنا شعب تحت الاحتلال، وحتى هم بيقول لك إنه إحنا في حالة بناء دولة كسلطة فلسطينية وحركة فتح، تعالوا نبني الدولة على أسس صحيحة وليس على الفساد والمحسوبية والواسطة. لكن في المقابل يعني ما هو حاصل الآن هو العكس تماما، حصار لغزة أو مشاركة في حصار غزة، فرض عقوبات وإجراءات مستغربة جدا يا أخي، حتى رغم ما حصل من عملية مسيرة العودة ومشاركة الناس واستشهاد أكثر من 60 يعني شخص من الشباب وجراح أكثر من 10,000 وما يزيد، رغم كل ذلك لم يحرك هذا في الرئيس محمود عباس ويدفع إلى صرف الرواتب، إلى رفع العقوبات عن غزة، إلى هذا. كيف تفسر ذلك؟ يعني بالنسبة للعمل الوطني في الساحة الفلسطينية، هل مر عندنا نموذج مشابه بهذا النموذج؟ في الأصل القضية الفلسطينية الأصل فيها هو الاحتلال، أن هناك احتلالا موجودا على الأراضي الفلسطينية، وبالتالي لا يمكن أن نقول أن نخدع أنفسنا ونقول بأن هناك دولة. نحن هناك سلطة فلسطينية موجودة وهي نتاج حكم ذاتي موجود عن اتفاقية أوسلو. لكن الآن فيه ما مطلوب فيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية تجاه غزة، المطلوب منها هو رفع الحصار المفروض والعقوبات وإصدار جوازات السفر وإعادة الرواتب المقطوعة للموظفين وإعادة اللحمة الوطنية والجيوسياسية الموجودة، الانقسام الموجود ما بين الضفة الغربية وما بين قطاع غزة. لكن الاستمرار بهذه العقوبات على الشعب هو غير مقبول طبعا، لا يوجد أي يعني نظام سياسي يقبل أن يكون هناك عقوبات على أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة بأن هؤلاء المقطوع رواتبهم هم موظفين رسميين في مؤسسات السلطة وشرعيين على حد تاني. وشرعيين طبعا، هو شرعيين، هم موجودين في السلطة وموظفين وبالتالي يترقون رواتبهم. لكن الإشكالية يا أخي نعود لأن ما تم إنجازه في السلطة الفلسطينية ومؤسسات الشعب الفلسطيني بأنها لم تعد قادرة على الاستمرار بسبب الارتهان بعدد من الأشخاص والكيانات، وبالتالي هذه هي الإشكالية الحقيقية في المشهد السياسي الفلسطيني. نعم. المؤسف أن الطرف المستفيد في هذه الحالة هو الاحتلال الصهيوني، وهو مستفيد على كل الجهات، يعني في بقاء الوضع الحالي على ما هو عليه، حالة انقسام واستفراد بالقرار الفلسطيني إلى آخر، ومستفيد أيضا فيما لو غادر الرئيس موقعه لأي سبب كان، وأصبحنا أمام مشهد فوضى من الفوضى العارمة، وكما قال الدكتور حسام يعني دولة في غزة ودولة في الضفة، في غزة يحكم طرف وفي الضفة يحكم طرف آخر. كيف يمكن أن نقلل من مكاسب إسرائيل و
نزيد من مكاسبنا نحن، يعني ليس معقولا أن نستنزف على هذه الشاكلة وإسرائيل تستفيد من هذا المشهد الغذائي. يعني هو صراحة الإعلام الإسرائيلي هو أول من تحدث عن صحة الرئيس الفلسطيني، عن وضع الرئيس الفلسطيني عندما دخل المستشفى 3 مرات خلال أسبوع، ودخل خلال آخر 3 سنوات 7 مرات المستشفى. الإعلام الإسرائيلي كان أول من تحدث عن صحة الرئيس، وكان أول من اهتم بموضوع خلافة الرئيس، من سيكون خليفة للرئيس محمود عباس فيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية. وبالتالي لا يجب على قيادات الشعب الفلسطيني أن تجعل الاحتلال الإسرائيلي هو أول المستفيد من غياب الرئيس، نعم، ولا حتى من غياب مؤسسات السلطة الفلسطينية ولا مؤسسات الشعب الفلسطيني. وبالتالي الحل يكمن هنا في أن تكون هناك قوة جامعة فلسطينية تعمل على احتواء الموقف. لا يمكن السماح بتدهور الكثير من الموقف السياسي الفلسطيني. إلى أين سنصل الآن بعد غياب الرئيس مثلا لا سمح الله في أي لحظة لأي سبب طارئ؟ ممكن عملية اغتيال، ممكن كذا كما حدث مع الرئيس الفلسطيني السابق مثلا. وبالتالي سينبري مجموعة من أجل أن ينصبوا أنفسهم لأنهم حكماء للشعب الفلسطيني، لكن هذا بدون توافق، بدون انتخابات، بدون ما إلى ذلك. الاحتلال لا يجب أن يكون هو المستفيد، لا الوحيد ولا الأول ولا الأخير في موضوع غياب الرئيس أو غياب المؤسسات الفلسطينية. الحل هو أن تكون هناك لحمة وحدة وطنية جامعة لكل الحركات والفصائل الفلسطينية في المشهد السياسي الفلسطيني. أستاذ رامي، هناك في الحقيقة موقف غريب أو مشهد غريب في الساحة الفلسطينية. يعني نحن الآن أمام صفقة القرن وأمام تحدي كبير جدا بإفشال هذه الصفقة وعدم تمريرها. الأطراف العربية معظمها تقف مع الصفقة ضد شعبنا الفلسطيني وتبدأ بتنفيذها الفعلي وإن كان بشكل متدرج. وفي المقابل، وهذا طبعا كلمة حق تقال، حركة حماس ترفض الصفقة ومعها مجموعة الفصائل الفلسطينية المقاومة، وحركة فتح أيضا ترفض الصفقة، ومحمود عباس يرفض الصفقة ويقول للأمريكان ما سمعته وسمعنا جميعا أنه يعني بعض التعبيرات للرئيس الأمريكي تحدث فيها، وقال بشكل واضح هذه السفارة عبارة عن بؤرة استيطانية في القدس المحتلة وليس السفارة ونحن لا نعترف بها وكذا إلى آخره. هذا موقف طبعا متقدم جدا وهو موقف ممتاز، لكن في المقابل الطرفين حماس والسلطة وحركة فتح وكذا يعني غير راغبين بوضع أيديهم في أيدي بعض، رغم من أنهم هم متوحدين على رفض الصفقة وعلى ضرورة إفشالها وعدم تمريرها، ومع ذلك يعني خجلانين يتقاربوا ويتحدوا في مواجهة هذه الصفقة. ماذا يمكن أن نعلق على مثل هذا الوضع؟ يعني الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة الرئيس الأمريكي ترامب قادم إلى الشرق الأوسط وإلى القضية الفلسطينية من أجل تصفيتها، وأحد هذه الأساليب أو الأدوات التي يريد بها تصفيتها هي صفقة القرن. صفقة القرن طبعا هناك إجماع أو بعض الدول العربية والأنظمة العربية موافقة على هذه الصفقة في مقابل ضمان وجودها في الحكم، ولكن موقف السلطة الفلسطينية هو موقف متقدم، موقف إيجابي بأنها رفضت هذه الصفقة، وهذا حتى الآن المعلن من السلطة الوطنية الفلسطينية. لكن وطبعا حركة حماس معارضة لها، والجهاد الإسلامي وكل الفصائل الفلسطينية 11 هم معارضون لهذه الصفقة لأنها تصفية للقضية الفلسطينية. هناك لا يوجد قدس، لا يوجد دولة، لا يوجد حدود، لا يوجد عودة لاجئين، لا يوجد دولة فلسطينية مستقلة، لا مطارات، لا ميناء، لا شيء. وبالتالي الموقف المتقدم هذا من رفض الصفقة، صفقة القرن، يجب أن يترجم عمليا على أرض الواقع من قبل الفصائل الفلسطينية. نحن رأينا بالأمس كيف المشهد الوحدوي من قبل الفصائل الفلسطينية في غزة والتي قاومت فيها الصلف وعدوان الاحتلال الإسرائيلي. هذا الأمر يجب أن يترجم أيضا على المشهد السياسي، بحيث أنه هذا الوقت الإيجابي والوحيد الذي يجب أن نضع أيدينا في أيدي بعض، رام الله وغزة حماس والجهاد وفتح والمنظم وكل الفصائل، من أجل أن نقف صفا منيعا في وجه تمرير صفقة القرن التي يراد بها إعلاء دولة الاحتلال الإسرائيلي وطمس القضية الفلسطينية إلى غير رجعة. في هذا الوقت إذا تم إزالة القضية الفلسطينية بأن فهي في المستقبل لن تعود، نعم، لن يتبقى أحد سيدافع عن القضية الفلسطينية، وسيقوم أيضا الآخرين بالقول بأنه ما دام الفلسطينيون أنفسهم قد وافقوا على الصفقة وتماهوا معها ولم يقفوا في وجهها، إذن كيف نحن العرب والمسلمين سندافع عن هذه الصفقة أو سنقف مع الفلسطينيين في قابل الأيام؟ هذا سؤال طبيعي يعني، ولكن في المقابل يعني
هناك غياب واضح لمشاركة الجماهير العربية والحركات الوطنية في العالم العربي معنا في مواجهة هذه الصفقة، وهذا لا يرفع عنهم العتب ولا يرفع عنهم اللوم في الحقيقة، من أنهم يجب أن يكون هناك مشاركة قوية وإظهار أن الأمة العربية والإسلامية ترفض تماما هذه الصفقة. الشعوب العربية والإسلامية كلها ترفض صفقة القرن بأن تمر، وهذا موجود، وخرجت مظاهرات ضد هذه الصفقة وترفضها وأن تقف في وجهها. لكن المشكلة ليست في الشعوب العربية، المشكلة موجودة عند الأنظمة العربية، بعض الأنظمة التي تهرول الآن إلى التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، وهذا موجود في اتصالات، في زيارات، في لقاءات سرية بين بعض الأنظمة العربية والكيان الإسرائيلي. ولذلك الكيان الإسرائيلي لم يجد خجلا أو أن يقوم بإعلان هذا التطبيع معه، سواء كان سياسيا أو إعلاميا أو عسكريا أو ما إلى ذلك، والوفود تذهب وتأتي إلى الكيان الإسرائيلي. الشعوب العربية قاطبة ترفض هذا الأمر، لأن القضية الفلسطينية هي ليست قضية فلسطين، هي قضية العرب والمسلمين في كل دول العالم. وبالتالي يجب أن يترجم هذا الرفض الشعبي العارم من الدول العربية والإسلامية إلى خطوات عملية. القضية الفلسطينية صراحة هي تراجعت، ولم يكن الإدارة الأمريكية أن تتجرأ بفرض صفقة القرن على الطاولة إلا بعد أن حدثت الثورات العربية المضادة، والتي أوجدت فيها الشعوب العربية بأنها غير قادرة على المقاومة. نحن نتكلم عن أنه القمع الذي يحدث الآن في بعض الدول العربية، مصادرة حرية الرأي والتعبير، وأن أصبحت القضية الفلسطينية حتى الكلام والتعبير معها من يستدعي الحبس، يستدعي السجن. وبالتالي هي ليست الشعوب التي ترفض، التي يعني تقبل بأن يكون هناك تطبيع، بالعكس الأنظمة التي تريد أن يكون هناك تطبيع. نعم، الآن في ضوء كل ما يعني تحدثنا به، ما مستقبل القضية الفلسطينية؟ يعني توقعات للقادم في ضوء ما تحدثنا به الآن. القضية الفلسطينية مستقبلها هي طبعا، طول القضية الفلسطينية هناك إخفاقات كثيرة، لكن هناك أيضا نجاحات كثيرة. إبقاء القضية الفلسطينية على حالة من الوعي لدى الشارع العربي والإسلامي والنخب، ورفض التطبيع ورفض الاحتلال ومقاومته، وهذه المقاومة التي تراكمت على مدار سنوات طويلة وأصبحت ندا لدى الاحتلال الإسرائيلي، بحيث أصبحت أن تفرض شروطها ومتى تنتهي الحرب ومتى تبدأ الحرب، هذا إنجاز كبير جدا. لكن القضية الفلسطينية هناك خوف كبير جدا عليها في المستقبل القريب، لا أحد يستطيع أن يتنبأ بماذا يمكن أن يحدث في موضوع صفقة القرن. قد تكون هناك يعني قوة كبرى من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومن قبل الإدارة الأمريكية التي تدعم هذا الكيان بأن يمرر جزء من الصفقة على الأقل. المشهد مأساوي سلبي، ليس إيجابي حتى لا نضحك على الجمهور. وبالتالي يجب على القادة الفلسطينيين والعرب والمعتدلين أن يسارعوا إلى إنقاذ القضية الفلسطينية، وأن يضعوا أيديهم في أيدي الشعب الفلسطيني وأيدي قياداته الوطنية من أجل الوصول إلى بر الأمان وبر السلام فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. يعني على ذكر الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني في أكثريته هو يعني منظم في حركات وأحزاب فلسطينية، لكن هناك نسبة كبيرة لا بأس بها لا تنتمي لأي فصيل فلسطيني، وهي يعني من حقها أن تشارك في المشهد الفلسطيني. وكيف يمكن لهذه الفئة أو هذه الشريحة من الناس أن تشكل عاملة ضغط على القيادة الفلسطينية الحالية من أجل إعادة إحياء القضية والمشاركة الفعلية في اتخاذ القرار أو في خدمة القضية الفلسطينية؟ ونتحدث هنا عن الأغلبية الكبيرة من شعبنا الموجودة خارج فلسطين من اللاجئين في الشتات. الشعب الفلسطيني مثله مثل أي شعب في العالم، هو جزء منه مؤدلج، جزء منه ينتمي إلى فصائل وحركات سياسية، وهذا يعني نتاج طبيعي لأي شعب موجود على الكرة الأرضية. لكن هناك أيضا جزء آخر هم مستقلين أو غير منتمين، أو هم يقفون على الحياد ما بين اليمين واليسار. المطلوب الآن فيما يتعلق بإنقاذ المشهد الفلسطيني هو تأسيس شبكة من مؤسسات المجتمع المدني التي تعني، والنخب السياسية والأكاديمية والاقتصادية ورجال الأعمال والمجتمعية، بحيث أن تعمل أن تكون عامل وصمام أمان. إذا كان هناك إحداث فيما يتعلق بالانقسام الفلسطيني الحاصل منذ 12 عام، لا يجب أن تتدخل هذه الشبكة المؤسسية من المجتمع المدني من أجل أن تفرض وتصحيح بوصلة المسار. وهذه أحد الإشكاليات التي حدثت في القضية الفلسطينية،
بمعنى أنه سابقا لم يكن هناك هذه الشبكة من المؤسسات المجتمع المدني المستقلة. جميع المؤسسات أو غالبية المؤسسات المجتمع المدني التي كانت سابقا منذ وجود السلطة الفلسطينية كانت إما تابعة للسلطة الفلسطينية أو تابعة إلى حزب سياسي ما، وبالتالي هي تنفذ أجندات ما. وقسم آخر أيضا مرتبط بالتمويل الذي يحصل عليه من الخارج بالضبط. وبالتالي هناك أجندة واضحة تقوم بتنفيذ هذه المؤسسات وليست عامل ضغط فيما يتعلق بتصحيح المسار والبوصلة الفلسطينية. هذا هو المطلوب حاليا، أن تكون هذه المؤسسات وطنية خالصة مستقلة أكاديمية واقتصادية ورجال أعمال وسياسية وما إلى ذلك من أجل تصحيح المسار الفلسطيني طبعا. وإلا فإن المشهد يعني سيكون مأساوي. أشكرك جزيلا أستاذ رامي الجندي الإعلامي والباحث السياسي الفلسطيني، كنت معنا في هذه الحلقة، كما أشكر ضيف الدكتور حسام الدجني كان معي قبل قليل، ونتواصل معكم في فقرات أخرى بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في زهرة المدائن، نتعرف وإياكم اليوم على المسجد الأقصى المبارك. ما هو أو ما المسجد الأقصى المبارك؟ ما هي حدوده؟ مما يتكون؟ وهل هو قبة الصخرة المشرفة، القبة الذهبية الصفراء التي نراها عادة في التلفزة ونراها الآن خلفي في الشاشة، أم أنها شيء آخر؟ نتعرف على ماهية المسجد الأقصى المبارك في هذا الفيديو. المسجد الأقصى أولى القبلتين، وهو كل المساحة داخل السور، وتبلغ 144 ألف متر مربع، وتمثل سدس مساحة البلدة القديمة. للمسجد الأقصى أكثر من 200 معلم أثري تتنوع ما بين مصليات وقباب وأقبية ومصاطب للعلم وأبار ومدارس، منها قبة السلسلة وسبيل الكأس وقبة الميزان والرواق المغربي ومصاطب العلم والمدرسة الباسطية. وله أربع مآذن، هي مئذنة باب المغاربة، ومئذنة باب السلسلة، ومئذنة باب الغوانمة، ومئذنة باب الأصباط. من أكبر جوامعه الداخلية الجامع القبلي الذي بناه عمر بن الخطاب، والمصلى المرواني، ومسجد قبة الصخرة الذي يعتبر بقبته النادرة واحدا من أهم المعالم العمرانية المبهرة، وبناه عبد الملك بن مروان عام 66 هجرية. مسجد البراق قرب حائط البراق، والذي يدعي اليهود أحقيتهم فيه ويسمونه حائط المبقى، ومسجد المغاربة. وللمسجد الأقصى 15 بابا، 10 منها مفتوحة، من أهمها باب المغاربة وباب الأصباط وباب الحديد وباب حطة. سيبقى المسجد الأقصى آية من القرآن، وسيبقى مباركا وما حوله. من زهرة المدائن والمسجد الأقصى المبارك إلى حكاية مدينة، وحكاية مدينة جنين، هذه المدينة مدينة الفداء والمقاومة والعراقة، فلنتابع. مدينة جنين. تقع جنين شمال الضفة الغربية، وتبعد 75 كيلو مترا عن القدس. تشرف على سهل مرج بن عامر، وهي خط التقاء الجبل والسهل والغور. يتربع قسم كبير من أبنيتها على تل عز الدين
الواقع شرقي المدينة، أنشأها الكنعانيون باسم عين جيم في موقع جنين الحالية. فتحها المسلمون في القرن السابع الميلادي وبقيت تحت حكمهم إلى أن وقعت تحت الاحتلال الصليبي. حررها صلاح الدين بعد معركة حطين، وفي عهد المماليك كانت من مراكز البريد الهامة، حيث ينطلق منها البريديون إلى دمشق وصفد وغزة فمصر، وكانت أيضا محطة للحمام الزاجل. خضعت المدينة للحكم العثماني عقب معركة مرج دابق، وقد تعرضت للنهب والحرق أثناء الحملة الفرنسية على فلسطين انتقاما من أهلها الذين حاربوا الفرنسيين بجانب الجيش العثماني في مرج بن عامر. احتل الإنجليز مدينة جنين عام 1890، كما تعرضت إلى الكثير من أعمال العنف والتنكيل والتخريب وهدم البيوت على أيدي القوات البريطانية. للمدينة سجل حافل بالنضال ضد الاستعمار البريطاني والصهيوني، حيث أعلن فيها عن أول قوة مسلحة ضد الانتداب عام 1935 للميلاد بقيادة عز الدين القسام. وقعت جنين تحت الاحتلال الصهيوني عام 1967، وأصبحت مركزاً لمنطقة جنين التي يحكمها حاكم عسكري صهيوني بشكل مباشر. واقتطعت سلطات الاحتلال 100,000 دونم من أراضي جنين لبناء المستوطنات. توزعت هذه المستوطنات بشكل أحزمة تحيط بالمدينة والتجمعات السكانية لتقطع التواصل الجغرافي والسكاني وتسهل السيطرة على السكان. بعد أوسلو خضعت المدينة للسلطة الفلسطينية حتى عام 2002، حيث خاض مخيم جنين معركة بطولية بعد قيام القوات الصهيونية باقتحامه في عملية استمرت لعشرة أيام متواصلة استشهد فيها 58 فلسطينياً. يمتد جدار الفصل العنصري على طول 69 كيلومتراً من أراضي جنين، ما أثر سلباً على 27 تجمعاً فلسطينياً. من أبرز المعالم الأثرية في مدينة جنين كنيسة برقين والجامع الكبير وسط المدينة، وفي جنوبي المدينة مقبرة لشهداء الجيش العراقي. تقع في جنين خربة عابة ونفق بلعمة الذي يعتبر أعظم نفق مائي يتم الكشف عنه في فلسطين، إضافة إلى سوق قديمة يطلق عليها محليا اسم السيباط، كما اشتهرت جنين قديما بكثرة أشجار الزيتون. خرج من جنين قامات عظيمة من قامات الوطن، كان منهم القائد الشهيد يوسف أبو درة والشهيد أبو علي مصطفى. بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع. تذكروا دائما أن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله.